الحلم ليس مجرد أمنية، وإنما حقيقة تتجسد بمشهد المواهب المبدعة. تنظم مؤسسة بيت العراقي للإبداع برعاية الأستاذ هشام الذهبي حدثاً استثنائياً وللموسم الثالث، مسابقة الحلم الذهبي للمبادرات التطوعية والمشاريع التي تخدم المجتمع. ويعتبر هذا الحدث خطوة نحو تحقيق الطموحات لدى المشاركين لتحويل أحلامهم إلى واقع، حيث يعزز الفوز بالجوائز القيمة والدعم المالي مسيرتهم الفنية والابتكارية. وفي ختام الحدث تتجلى رسالة المسابقة أن الحلم يمكن أن يكون حقيقة بالإصرار والجهد المستمر.